بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع اسم جديد من أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم الجبار. وقد ورد هذا الاسم في القرآن الكريم في موضع واحد، وهو قوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. أيها الإخوة، وقد ورد في السنة في صحيح مسلم في قول النبي عليه الصلاة والسلام: يأخذ الجبار عز وجل سماواته وأرضيه بيديه ويقول: أنا الجبار، أنا الملك، أين المتكبرون؟ أيها الإخوة، من معاني هذا الاسم الجبار صيغة مبالغة من جابر، جابر جبار، غافر غفار، رازق رزاق، صيغة مبالغة من جابر، وجابر الموصوف بالجبر، والجبر من جبر يجبر، والجبر إصلاح الشيء بالقهر، إصلاح الشيء بالقهر. الله عز وجل جبر الفقير أي أغناه، وجبر الخاسر أي عوضه، وجبر المريض أي شفاه، وجبره على كذا أي أكرهه على كذا. الله عز وجل متصف بكثرة جبره، بكثرة جبره، والجبار العالي على خلقه، والجبار الذي تنفذ مشيئته في خلقه. الله عز وجل لا غالب لأمره ولا معقب لحكمه. أحياناً يصدر حكم من محكمة الصلح الأولى، الذي حكم عليه يستأنف، يصدر حكم من محكمة الاستئناف، الذي حكم عليه يستأنف لمحكمة النقض. لا غالب لأمره ولا معقب لحكمه، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. أنت مع من؟ أنت مع الجبار، أنت مع الذي إرادته نافذة، أنت مع الغالب على أمره، والله غالب على أمره، فعال لما يريد. أنت كإنسان هل تستطيع أن تفعل كل إرادتك؟ الله عز وجل فعال لما يريد، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن.
وخطيب قال أمام النبي عليه الصلاة والسلام: ما شاء الله وشئت، فقال عليه الصلاة والسلام: بئس الخطيب أنت، جعلتني لله نداً، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فإذا كنت مع الجبار فأنت القوي، إذا كنت مع الجبار فالمستقبل لك، إذا كنت مع الجبار فأنت المنتصر، إذا كنت مع الجبار تدور الأيام ولا تستقر إلا على رفعة شأنك. مشيئة الله نافذة في كل خلقه، جبار، مشيئته نافذة، ولا تنفذ فيه مشيئة أحد. مشيئة الله نافذة في كل خلقه، ولا تنفذ فيه مشيئة أحد. يجبر كل أحد ولا يجبره أحد، يجبر كل أحد ولا يجبره أحد، والجبار هو الجبروت، كمالك الملك والملكوت. يقول عليه الصلاة والسلام: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. اسم الجبار أيها الإخوة من أسماء التعظيم. هناك اسم ذات وهناك اسم صفة، وهناك اسم فعل، وهناك اسم تنزيه، وهناك اسم تعظيم. فالجبار من أسماء التعظيم، الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني منهما شيئاً أذقته عذابي ولا أبالي. لكن أحياناً لله عز وجل في خلقه امتحانات صعبة، من هذه الامتحانات أنه يقوي أعداءه فيفعلون ما يقولون، فيتوهم ضعيف الإيمان أنهم آلهة فينبطحون أمامه، والحقيقة أن الله لا يسمح لأحد أن يأخذ اسم الجبار ولا اسم القهار ولا اسم العزيز، لا بد من أن يقسمه الله. ولهذا قال الله عز وجل: ولكل أمة أجل، كيف أن للرجال أعماراً للأمم أعماراً، فأية أمة طغت وبغت وتجبرت لا بد من أن يقسمها الله في وقت ما. أيها الإخوة، اسم الجبار من أسماء التعظيم، وهو في حق الله من كمالاته، من دلائل عظمته، من قوته. لكن لو قلنا فلان جبار، هذا اسم نقص، صفة نقص في الإنسان. الله عز وجل يقول: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. لأن العبد عبد والرب رب، العبد من شأنه الافتقار، حتى الأنبياء هم قمم البشر، كانوا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، يعني مفتقرون في وجودهم إلى إمداد الله لهم، بل مفتقرون في تأمين طعامهم إلى المشي في الأسواق. إذاً هم عبيد وعباد، لكن الله سبحانه وتعالى هو رب العباد، والعبيد شيء والرب شيء آخر. أيها الإخوة، إلا أن الجبار عند فئة الجبرية، وهي فئة عقيدتها فاسدة، تتصور أو تتوهم
أن الله يجبر عباده على أفعالهم، يجبر عباده على أفعالهم، وأن الإنسان كريشة في مهب الريح، ألقاه في اليم مكتوفاً وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. هذه العقيدة الفاسدة تتناقض مع كمال الله، فكيف يجبر الله عبداً من عباده على معصية ثم يحاسبه عليها؟ هذه العقيدة عقيدة أهل الشرك. قال تعالى: وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ فلو ألغينا حرية الاختيار في الإنسان لألغينا الثواب والعقاب، ألغينا الجنة والنار، ألغينا حمل الأمانة، ألغينا التكليف، ألغينا كل شيء. من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، الإنسان مخير. إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. أيها الإخوة، لا إكراه في الدين. أصل التكليف أنك مخير، ولو أن الله أجبر عباده على الطاعة لبطل الثواب، ولو أجبرهم على المعصية لبطل العقاب، ولو تركهم هملاً لكان عجزاً في القدرة. إن الله أمر عباده تخيراً ونهاهم تحذيراً وكلف يسيراً ولم يكلف عسيراً وأعطى على القليل كثيراً. تروي الروايات أن شارب خمر جيء به إلى سيدنا عمر بن الخطاب فقال: أقيموا عليه الحد. فقال هذا العاصي: يا أمير المؤمنين، إن الله قدر علي ذلك. فقال: أقيموا عليه الحد مرتين مرتين، مرة لأنه شرب الخمر، ومرة لأنه افترى على الله. قال: ويحك يا هذا، إن قضاء الله لم يخرجك من الاختيار إلى الاضطرار، أنت مخير. إذاً عقيدة الجبرية وهي فئة زاغت عقيدتها وتوهمت أن الله يجبر عباده على أفعالهم ثم يحاسبهم عليها، وهذا شيء لا يقبل بحق إنسان. أيها الإخوة، لو دخلنا في التفاصيل، الجبار العالي الذي لا ينال، لا ينال جانبه، لا تستطيع أن تغلبه، العالي الذي لا ينال. في المعاجم نقول نخلة جبارة، أي لا يستطيع الإنسان قطف ثمارها، ونقول ناقة جبارة، أي يصعب ركوبها. المعنى الأول الدقيق التفصيلي: العالي الذي لا ينال. في القرآن الكريم: إن فيها قوماً جبارين، أي أقوياء لا يهزمون. إنسان جبار هذه صفة ذم، الله جبار هذه صفة مدح. إنسان جبار أي متعاظم،
يتعاظم، يتصنع العظمة، متكبر لا ينقاد إلى أحد. أما الله جبار لا تناله الأفكار ولا تحيط به الأبصار ولا يصل إلى كنهه عقل من العقول. إذاً هو من أسماء التعظيم ومن أسماء التنزيه معاً. الإنسان بفطرته يحب أن يكون مع القوي، القوة تجذب، القوة تلفت النظر، الإنسان يرمقون بأعينهم القوي، فالمؤمن أحد أسباب قوته أنه معتز بالقوي، أحد أسباب قوته أن كل من حوله ومن فوقه ومن تحته بيد الله وأنه مع الله، وإذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. يعني سبب قوة المؤمن أنه متوكل على الله. إذا أردت أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله. سبب قوة المؤمن أنه لا يخضع ولا ينبطح ولا يستكين ولا يذل، لأنه مع القوي. فكيدوني جميعاً ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. ما أحوج المسلمين اليوم إلى هذه المعاني، أن يعتزوا بربهم، أن يصطلحوا معه، أن يستقيموا على أمره، أن يقبلوا عليه، عندئذ يصغر عدوهم في نظرهم، وعندئذ لا يخيب الله أملهم. أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما يشاء. قالا ربنا إنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. وقال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال كلا. أخواننا الكرام، قصص ثلاثة، الأمل بالنجاة صفر. يعني فرعون بقوته، ببأسه، بجبروته، بحقده، بأسلحته، بغدره، بقسوة قلبه، وراء شرذمة قليلة أمامها البحر وفرعون من ورائها. وقال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال كلا إن معي ربي سيهدين. كان مع الجبار، والجبار هو القهار. سيدنا يونس في بطن الحوت، في ظلمة بطن الحوت، وفي ظلمة البحر، وفي ظلمة الليل، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. سيدنا يوسف وضع في الجب ليموت فصار عزيز مصر، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أيها الأخوة، الجبار بالمعنى الثاني المصلح للأمور. العظم كسر جبره، أي أن يلتئم العظم، هذا من جبر العظم. الله عز وجل يصلح أمور عباده، يرأب الصدع ويلم الشمل، ويغني الفقير، ويجبر الكسير، ويعطي المحروم، ويرفع الذليل. ماذا يقول التاجر بعد أن يشتري البضاعة؟ يقول يا جبار. في إلى معنى الجبار محبب للنفس. الله جبار، جبار المظلوم، جبار الفقير، جبار المريض،
جبار المحروم، جبار من يعاني من مشكلة. إذا كان ثلث الليل الأخير، دققوا، نزل ربكم إلى السماء الدنيا قبل الفجر، فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من طالب حاجة فأقضيها له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ حتى ينفجر الفجر، لأنه جبار، بالتعبير الشائع جبار الخواطر. وما عبد الله في الأرض بأعظم من جبر الخواطر. أيها الإخوة، والمعنى الثالث من معاني الجبار، أي أجبره، أي أكرهه على ما أراد. أنت تريد وأنا أريد، والله يفعل ما يريد. أنت عبدي، أنت تريد وأنا أريد، فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. جبار. يعني فرعون ماذا قال؟ قال: أنا ربكم الأعلى، وقال: ما علمت لكم من إله غيري. وفرعون تروي بعض الروايات أنه رأى في المنام أن طفلاً من بني إسرائيل سيقضي على ملكه. القضية سهلة جداً، أمر بذبح أبناء بني إسرائيل من دون استثناء، وأية مولدة لا تخبر عن مولود ذكر تقتل مكانه. لكن الله جبار، فهذا الطفل الذي سيقضي على ملكه رباه في قصره. قوم إبراهيم وضعوه في النار، فقلنا: يا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم. النبي في الغار: يا رسول الله لقد رأونا. قال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ يعني مرة في أحد الطغاة في أوروبا الشرقية ألقى خطاب، قال: هذا الصفصاف إذا حمل الإجاص فأنا سأتنحى عن منصبي. فنحي عن منصبه ووضع بعض أفراد شعبه الإجاص على شجر الصفصاف. الله جبار، لا يتجبر على خلق الله إلا أحمق، إلا غبي. إن بطش ربك لشديد. قصة رمزية، أن إنسان يجلس مع زوجته ويأكل الدجاج، طرق الباب فإذا بسائل، همت الزوجة أن تعطيه من هذا الطعام طعاماً يأكله، فنهرها زوجها ووبخها، قال: اطرديه، فطردته. ساءت العلاقة بينها وبينه إلى أن طلقها، ثم جاء من يخطبها، والقصة مؤثرة جداً. هي جالسة مع الزوج الثاني تأكل الدجاج، طرق الباب، ذهبت لتفتح فإذا بسائل، فلما رأته اضطربت، قال: من الطارق؟ قال: السائل. قال: من؟ قال: الزوج الأول. قال: أتدرين من أنا؟ أنا السائل الأول. الله جبار، إياك أن تقول كلمة كبيرة. أيها الإخوة، الجبار من لا يرقى إليه وهم. كيفما تصورت الله فهو بخلاف ذلك، كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. جبار لا يرقى إليه وهم. يعني الكيان الشرقي الذي رفع
شعار لا إله، وبقي 70 عاماً يبث هذه العقيدة في الأرض، ويملك من القنابل النووية ما تكفي لتدمير الأرض، كيف تداعى من الداخل؟ بلا حرب وبلا أي شيء. الله جبار، الله عز وجل يقسم الجبابرة: أنا ملك الملوك ومالك الملوك، من لا يرقى إليه وهم ولا يشرف عليه فهم ولا يلحقه إدراك، ينفذ أمره في كل شيء ولا ينفذ فيه أمر شيء. الجبار من أصلح الأشياء بلا احتجاج وأمر بالطاعة بلا احتياج. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد في ملكي شيئاً، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص في ملكي شيئاً، إن هي إلا أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيراً فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إن أردت أن تكون قوياً فكن عبداً للجبار، في عبد الجبار. إن أردت أن تكون قوياً فكن عبداً للجبار، كن مع الجبار. إن أردت أن تكون قريباً من الله فاجبر الكثير، وهذا موضوع الدرس القادم حول اسم الجبار، والحمد لله رب العالمين.